بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إزيكم يا شباب؟ معكم أحمد طارق من قناة سوفت ليرنينج. إن شاء الله النهاردة في السيشن ده هنشرح كيفية تغيير لون الخلايا في الإكسل، يعني الديفولت بتاع الإكسل زي ما أنتم شايفين كده، اللي هي التسطير بتاع الإكسل ده الرمادي، اللون الرمادي. فإحنا هنعرف إزاي يبقى الإكسل بتاعنا بلون مختلف، ازاي نخلي الاكسل او شيت الاكسل او ملف الاكسل بتاعنا بلون مختلف غير الرمادي اللي هو الديفولت بتاعه اللي هو الافتراضي. من فايل، اوبشنز، ادفانسد، ينزل تحت كده لغايه ما نوصل عند الاوبشن بتاع ديسبلاي اوبشنز فور ذيس ورك شيت، ونقول له كلر. هو واقف عند الجراي ديفولت، انا ممكن اخليه الاخضر بالشكل ده. لو انا دوست اوكي بقى الديفولت بتاعي اللون الاخضر. اتمنى يكون المحتوى عجبكم، ويا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتستمروا معانا في تطوير مهاراتكم، وبالتوفيق للجميع.